كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. تواصل مع الشاب إلياس وكنا متأثرين في حقيقة بالحالة اللي وصل لي لها، وبما أنه هو مشجعين ديال فريق اتحاد طنجة، ففريق اتحاد طنجة وفر له واحد منصب شغل قار مع الفريق ديالنا، ومرحبا به عندنا، وكنقول له يعني تينا واحد منا، ولكن إذا استطاع فريق اتحاد طنجة أنه يعني يعمل بسمة على الوجد إلياس غنكونوا احنا فرحانين في فريق اتحاد طنجة، وكذلك غتكون مساعدة أنه تكون عنده رجل يعني صفروا له رجل اصطناعية، ولكن أهم من هادشي هذا هو انخراط اتحاد طنجة ومع مع مع الشاب إلياس، وكنتمنوا أننا نكونوا استطعنا أننا نرسموا البسمة على الوجه ديالو وعلى العائلة ديالو. وفريق اتحاد طنجة هو فريق ديال المدينة، وإلياس هو جزء من المدينة، وعادي جدا انخراط فريق اتحاد طنجة في هذه المبادرات بحال هيدا، وكنتمنوا أننا نكونوا عند حسن الظن ديال إلياس، وكنقول له مرحبا بك في الخدمة ديالك اللي غتكون هاد المنصب الشغل غيكون كيناسب الحالة ديال السي إلياس. بزاف المكتب مسير اتحاد طنجة وجميع الأعضاء ديالو، زعما الصراحة فرحت بزاف، جاني اتصال ديالهم على غفلة وفرحت بزاف، واحد الفرحة اللي ما يتصورهاش الواحد، أنك يعيط لك السي إنسان ويقول لك تخدم وإن شاء الله نعدلوا لك رجال اصطناعية، راه هذا هو الحلم ديالي اللي كنت كنستناه هنا، وجام عند الفريق اللي كنبغيه بزاف، يعني هو اتحاد طنجة واللي كيبغيوه جميع الأطفال الطنجاويين أصلا كاملين عامة. وكنشكر سي أبرشون وسي بالخيدر ومكتب مسير اتحاد طنجة كاملين زعما الصراحة على هذه المبادرة الطيبة ديالهم، يعني هي ماشي مجاملة ولا باغيين يبانوا على الناس، لا الصراحة ملي تصل معايا فاجأني، مبغاش يقول لي السميه ديالو، مبغاش يقول لي السميه ديالهم كاملين بهم، يعني مبغاوش يقولوها لي، قلنا هادشي خصنا نخليوها يعني الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني انتوما سريتوا تعرفوا حتى هو مبغاش يخبع، وانا مبغيتش بيدي نخبع حيت هادشي كامل خصو يبان. كنشكر القناه اللي صور معايا باش وصلت انا لهادشي، وكنشكر الشعب كامل هو اللي وقف معايا، الشعب الفيسبوكي الصراحه، وباش وصلت انا لهاد البلاصه هادي واستودعوني، وكنشكر الشباب اللي وقفت معايا، راه ما عارفين راسهم شكون هو اخي انا علوان وريدا، والدراري اللي واقفه معايا كاملين، والحمد لله هادشي كامل بفضل الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله غادي نكون حسن الظن ديالهم كيف ما هما حسنوا بيا، انا غادي نحسن بهم ان شاء الله، وما غاديش نخيب الظن ديالي فيهم. وشكرا بزاف، شكرا بزاف، وكنشكر جميع الناس اللي وقفت معايا، والحمد لله هذا الفضل الله سبحانه وتعالى. فعلا دابا انا حتى اللسان ديالي عجز ما يقول بعدا ملي شفت هاد الحاله هادي، وشاب زعما عايب علينا ولا ما نوطناش عاوننا هذا الشاب هذا، واللي ان شاء الله غادي نوظفوه معنا، وكذلك باش كذلك نعملوا ديك الرجل الاصطناعيه باش نشوفوا حتى هو شاب بحاله بحال الشباب، ويكون فرحان. هذا هو اللي كيهمنا، وهذا هو المهم ديال كره القدم، هو هذا الجانب الاجتماعي. لا نوضنا كنعملوا هذه العمليات، هذا هو الربح ديالنا، واخا كنتكرفصوا فيما يخص التسيير، حق ربحنا بحال هذا الشيء هذا من جانب الانساني، هذا هو المهم في كره القدم، وكنتمنى لك التوفيق. الله يشافيك. انتما كنتمنى لكم التوفيق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.